ايه العز والنغنغه دي كلها؟ ماشي، ايه الحلاوه دي؟ طب قول بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تجص على المال الحرام، انت اكيد ما عملتش ده كله في يوم وليله من المال الحلال. ده انت طول عمرك بتدور على حد يدفع لك حق المعسل. ما تزعلنيش منك بقى، اديك شايف الحال بقى غير الحال، وميشو بتاع زمان غير ميشو بتاع دلوقتي، ربك لما يريد. هات بالاخر، بعت لي سكه ليه؟ صعبان عليا، مش هين عليا اشوف صاحبي وحبيبي محتاج وانا ربنا معيشني في نعيم. سادة دمعت وجسمي اشعر، ما تجيب من الاخر، عايز ايه؟ ايه ده؟ 10,000 جنيه وفي 20,000 جنيه زي يوم لما تخلص. خلص ايه؟ خلص مع حماتي وغاليه، تقنعهم انهم يبيعوا البيت، ما حدش هيعرف يقنعهم غيرك. مش بس كده، وفي مكنه صيني بص بيع وشراء تستلقط بيها رزق. حوار البيت ده انا ماليش فيه، شوف حد غيري. ما بلاش يا جدع انت الكلام الخايب، الرش ما يبلش اللي ملوش عزه. ده في ايه؟ ما تتبطرش على النعمه كده كده، سوري هتبيع نصيبها في البيت وهيخش لهم راجل غريب عايز يزهقهم ويطهقهم ويخليهم يسيبوا البيت غصب عنه. بص بقى يا ميشو، انا ما كنتش اقول لك، بس حرق دمك واجب. لا انت ولا سونا تقدروا تعملوا اي حاجه، والبيت ده مش هيتباع، لان ابويا حنفي كتبوا بيع والشراء الغاليه. فهمت ولا اقول تاني؟ اكيد فهمت. سلام يا ميشو. يعني كده يابا؟ يعني انت ظالمني وانت عايش، كمان هتظلمني وانت ميت؟ ما قلت لك 1000 مره قبل كده ان اختي الغاليه دي مش سالكه، ما سمعتيش مني، اديها خدت كل حاجه في قدها. يعني بس بس وطي صوتك، انت هتفضحينا. يعني انا هطلع من مولد بلا حمص؟ لا يا ميش، مش انت جوزي؟ تجيب لي حقي. ازاي؟ قولي لي يعني اللي هو ازاي؟ وفي مصيبه، عباس لو عرف هتبقى مصيبه، مش هيسكت، هيفتكر ان انا كنت بلعب بيه وعامل عليه لعبه. أنا ماليش دعوة بالحوار ده، هو أنت تتصرف وتشوف لنا حل في الكارثة ده. هي احنا ما قدامناش غير حل واحد، إن أختك تتنازل لك عن نص البيت، ده حق ربنا. ماشي، ده حل حلو، بس نعمله إزاي يا أخويا؟ احنا لازم نكون ماسكين عليها حاجة لو يمديها دراعها. نوح. أيوة نوح، برافو عليكي. هو ده الدراع اللي لازم تتمسك منه غل. صح. العيال في البيت؟ اه. طب روح انت. طب بقول لك ايه؟ شوف لنا حل في المشكله وما تعوشها، مشوا عليا. عيني. سلام.